تحدث الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف إن تعدد الزوجات لا ينفرد به الإسلام، مشيرا إلى أنه موجود في الشرائع الأخرى. وأضاف أحمد كريمة في حواره ببرنامج شاي بالياسمين تقديم الإعلامية ياسمين الخطيبة عبر قناة النهار إن تعدد الزوجات مباح وليس واجبا ولا سنة وليس حراما أو مكروها. وأشار إلى الآية الكريمة فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، قائلا من يستطيع إلغاء الآية من سورة النساء؟ لو ألغاها يكفر ويكون مرتد وخارج عن الإسلام. ورفض أحمد كريمة ادعاء الإعلامية ياسمين الخطيب بأن كثيرا من العلماء قالوا إن تعدد الزوجات يكون في حالات معينة فقط مثل المرض وغيره، قائلا هذا الأمر غير صحيح، مش هنرد الحكم على الله. وأوضح إن الله أباح تعدد الزوجات في سورة النساء، فمن الذي يجرؤ أن يرد أمر الله أو يلغي آية في القرآن؟ وتابع موجهة عن حديثه إلى ياسمين الخطيب، مش هسمح لك تعبثي في الإسلام، أنا أقول قول الحق ولا أخشى في الله لومة لائم. أنتوا شغلين نفسكم بالتعدد، ما تروحوا تشوفوا المرأة المعيلة اللي مش عارفة تعيش في المجتمع. هو أكمل أستاذ الفقه المقارن، الذي أباح التعدد هو الله، هذا ديننا، فمن أراده فعلى الرحب والسعة، ومن أراد أن يعبث في الدين يمشي بعيدا عن الإسلام. اديني فرصة وإلا همشي، أنا مش جاي أميع الإسلام.